اهلا بيكم. احنا النهارده بصدد الحوار في موضوع شديد الاهميه، والاول مره نتكلم فيه النهارده بالتفصيل، كهربه القلب. وكهربه القلب كلمه يا جماعه تخوف بصراحه، تخوف جدا، لانه طبعا زادت قوي معدلات او مشاكل الخاصه باضطراب كهربه القلب. واضح برضو ان المشكله كبيره، واضح برضو انه لسه لغايه دلوقتي لا الثقافه الشعبيه، يعني الناس نفسهم مش فاهمين يعني ايه اضطراب كهربه القلب، مش فاهمين يعملوا ايه، مش فاهمين حتى اعراضها. كتير من الناس تجي لها اعراض خاصه باضطراب كهربه القلب ولا دريانين ولا فاهمين يروحوا لمين ويعملوا ايه. بالاضافه برضو الى انه بعض مشاكل كهربه القلب قد تكون قاتله، والبعض الاخر خطير، والبعض الاخر ليس قاتل وليس خطير، والخلط هنا. والخلط او اللخبطه ديت ممكن يستغلها ناس ما عندهمش خبره، او يمكن مش دقيقين في توصيفهم، او ورا الامور امور، فيبداوا يقولوا اللي مرضاهم او يخوفوهم هم مش المفروض يخافوا، او يهدوهم او يقللوا من قيمه العرض والمشكله وهم المفروض يهتموا ويبحثوا ويتابعوا. في كل الاحوال انا في رايي ان كهربه القلب موضوع كبير، واعلاميا ما زلنا مقصرين في حقه جدا، فالنهارده هنتكلم عنه بالتفصيل. وطبعا يعني لما يكون الموضوع مهم كده والضيف اهم من انه يذكر بكلمات بسيطه، ويعني نتكلم عنه في جمل تلخص قصه كفاح وابداع ولا اروع ولا اعظم من هذا الابداع، فاكيد هيكون الحوار شديد الاهميه. ضيف اليوم هو طبعا واحد من رواد جراحات القلب، وواحد من العلماء الكبار في عالم القلب في مصر، واسم عالمي كبير. بنسعد وبنفتخر بانه بيلبي دعوتنا وبيشرفنا، وبنسعد وبنفتخر ايضا بهذا العلم الدقيق للغايه. واعتقد ان انا النهارده مترقب لعلم شديد الاهميه في موضوع شديد الاهميه. ضيف العزيز هو الجراح الكبير والاسم القدير استاذنا الاستاذ دكتور جمال سامي. بالإضافة إلى كونه جراح قلب كبير المقام، هو مهموم جدا بقضايا وطن. كان زمان الناس اللي بيجيلهم سكتة دماغية ما يروحوش حتى يروحوها. انت لما بتوجه دعم للحتة ديت انت بتوجه دعم انت هتستفيد منه. لازمنا الجراحة النتائج بتاعتها على المدى الطويل احسن بكتير. قدامنا وقت بيبقى قليل جدا، والناس اللي بتشتغل جراحة قلب أطفال دول ملايكة. التشخيص والعلاج مشاكل مرضية أكثر صعوبة اسم الطارئ، لازم تساعدنا ننقذ الشعب عن كل العلوم الخلقية. عدد الناس الشريان المسؤول هنتولى علاج كل الشريان الأورطة ده في مكان واحد. يتم التعامل مع كل الناس على حسب أولوية الصعوبة بتاعتهم. لازم تساعدني، لو ما طلعناش كلنا مع بعض هنغرق كلنا مع بعض. الأستاذ الدكتور جمال سامي، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز استاذنا هو طبعا الجراح الكبير مصريا وعربيا وعالميا، استاذ الجميع استاذ الدكتور جمال سامي، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. ده شرف لينا هذه الزياره الهامه جدا، وكمان اختيار الموضوع الهام جدا. يعني انا بشكرك على التقديم طبعا، وقبل الشكر على التقديم انا بشكرك على انك بتسلط الضوء لتثقيف الناس اعلاميا في مواضيع طبية مهمة جدا، مهم ان هم يعرفوها عشان يعرفوا يتصرفوا فيها ازاي. زي ما كنا بنتكلم من شوية، في ناس بيبقى عندها حاجات بسيطة جدا وبتاخد علاج ملوش لازمة، وفي ناس بيبقى عندها حاجات شديدة الخطورة ومحدش بيعمل لها حاجة، وفي ناس بنفقدها فجأة واحنا مش عارفين اصلا هو ايه اللي حصل لهم. فالثقافة في الحتة بتاعت الكهرباء والاختلال بتاعها مهمة جدا. أنا عايز أقول لك إن تقريبا في كل الأماكن العامة دلوقتي في الولايات المتحدة زي المطارات وزي المولات، كل كم متر كده بيبقى فيه جهاز صدمات كهربائية محطوط. يعني
الناس العامة اللي هم ماشيين في الشارع عارفين ان لو في واحد حصل له لخبطة في الضربات وتوقف يقدروا ان هم يدوله صدمة كهربائية ويقدروا ان هم ينقذوه. يعلموا الولاد في ثانوي تقريبا او في اعدادي يعني في المرحله الوسطى في التعليم ازاي يتعاملوا مع جهاز الصدمات وازاي يعملوا السي بي ار اللي هو الانعاش القلب الرئوي، وده مهم جدا. احنا عايزين برضو نحط الثقافه ديت. احنا يعني ما اعرفش، مش عايز افكر الناس، بس يعني احنا عندنا امثله كتيره في لعيب الكره الله يرحمه محمد عبد الوهاب، محدش عارف يعمل له حاجه ساعتها. يعني الـ 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 الموجودين ساعتها لو كانوا هيقدروا ان هم يعملوا السي بي ار ده هوت، طبعا انا ما كنتش موجود يعني ما اعرفش ايه الظروف، ممكن يكونوا حاولوا وفشلوا. انما عايزين بس يعني مدلول القصه ان احنا الثقافه بتاعت السي بي ار ديت تكون موجوده عندنا، وان الناس تعرف ايه الحاجات اللي هي تكون ناقوس خطر لما يبتدي يدق تروح. والتشخيص المبكر، يعني انا معلش مش عايز افكر الناس بس دي قصه مهمه قوي. محمد عبد الوهاب لعب نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك واغمى عليه، فقد الوعي بدون داعي في وسط المباراه في الشوط الثاني. القصه دي مثيره جدا، ولم يتنبه احد انه هو توفى بعد كده في التمرين. ايوه بعديها بثلاث اربع ايام في التمرين. ايوه بعد ده كان اضطراب في كهربه القلب في المره الاولانيه والاغماء كانت بسبب كده، والمره الثانيه لما توفى كانت اكيد يعني اللي حصل المره الاولانيه لها علاقه. لها علاقه. انا عايز اقول لك كمان يعني سبحان الله، ما اعرفش النهارده احنا فاكرينه ليه، انما لو تفتكر الدوره الافريقيه اللي بعديها اللي احنا فزنا بيها كان محمد عبد الوهاب بيلعب لغايه قبل الشوط الثاني بحوالي ربع ساعه، وبعدين كان بيبدلوه. لو انت تفتكر انا ساعتها كان ابني بيتفرج معايا على الماتش، قلت له بص انا حاسس ان هو تعبان، انا حاسس ان الولد شكله فت، انما شفايفه كانت على اخر الماتش كانت بتبقى بيضه، فدي حاجه مش طبيعيه في واحد فت رياضيا يعني. فيعني انا مش عارف ايه الظروف بالظبط، انما يعني ده مثال ازاي ان 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 حد الناس كلها متخيله ان ده في صحه جيده و ما يكونش دي الحقيقه، وان هو يكون محتاج عين فاحصه وناس حتى الموضوع ده في مخها عشان تقدر ان هي تكتشف. الله يرحمه. الله يرحمه ويصبر اهله طبعا. يعني الكهرباء القلب تظل موضوع شديد الاهميه، بس ناس كتير مش عارفه حاجه خالص. يعني النهارده احنا بنطرح موضوع ناس ما تعرفش عنه اي حاجه، فهنبدا من زي ما بيقولوا فروم سكراتش، هنضطر نفهمهم ايه هي كهرباء القلب. القلب عضله متخصصه جدا ومعموله بطريقه معينه بحيث انها تفضل تشتغل من غير ما تتعب. الانقباض بتاعها دوت بيبقى عن طريق نبضات كهربائيه زي الكهرباء اللي بتمشي في الاسلاك ديت. فما بتمشيش في اسلاك بقى، هي بتطلع من حته معينه اللي هو بتجنريت اللي بتولد الضربات ديت اسمها الاس اي نود او الساينو اتريال نود، وبتمشي في باسوي معين طريق معين جوه الاذين، وزي ما احنا شايفين في الصوره هنا من الاذين بتتنقل لباسوي تاني في البطين، بحيث ان الاذين ينقبض الاول وبعديه بفتره زمنيه معينه البطينين ينقبضوا بنوع من التناغم، وبالتالي الضربات بتبقى منتظمه ومتناغمه عشان نقدر نحصل على اكتر كميه ضخ للدم على قد ما بنحتاجه. يعني لو انت احنا قاعدين كده ضخ الدم بتاعنا مثلا 5 لتر في الـ في الـ في الـ في الدقيقه، لو احنا هنلعب رياضه الخمس لتر دول ممكن يبقوا 10. فكل ده اللي بتنظمه اللي هو الجنريتور المولد بتاع الكهرباء بتاعنا ده. واي اختلال بقى في القصه ديت بينتج عنه صور كتيره جدا من الاختلال في الضربات. ده الكهرباء بتاعتك. كهرباء فعلا. إيه اشهر انواع اضطرابات الكهرباء ما يسمى بالرفرفه الاذانيه، دي حاجه شهيره جدا. الرفرفه الاذانيه بالانجليزيه هي اترال فايبريليشن، واختصارها اي اف.
ايه بقى ايه الرفرفه الاوزان؟ الرفرفه الاوزان زي لو نفتكر الصوره اللي احنا كنا بنتفرج عليها، ان الاوزان بيضرب وبعدين بعدين البطين بيضرب برتم معين، بك 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 بك. حاله الزلزال الاوزانيه الاوزين بدل ما بيضرب ضربات منتظمه كده بيرعش، يخش في رعشه، ما بيبقاش فيه ضربات، بيبقى فيه رعشه، والرعشه ديت الكهرباء منها توصل للبطين بطريقه غير منتظمه، فتخلي البطين بدل ما بيضرب ضربات منتظمه اللي هي تك 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 توصل الى تك 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 تك، فبالتالي كل حاجه بتتلخبط، الكارديك اوتبوت بيقل، الرئه بتحتقن، وخصوصا لما بتحصل لاول مره الواحد مش واخد عليها هيحس بيها على طول، او ممكن تحصل له هو نايم فتره قليله وترجع تاني فما يحسش بيها، ودي بقى خطوره تانيه. فاحنا شايفينها هنا الاوزين مش بيضرب قد ما هو بيرعش، والبطين بيضرب انما بيضرب بغير انتظام، واللي احنا شايفينها طايره ديت دي جلطه اتكونت في الاوزين نتيجه عدم ضربه، ان هو ما بيضخش الدم اللي فيه، بقى بيرعش، الدم اللي فيه متكوم، وبالتالي ممكن نتعمل جلطه والجلطه تطير وتروح للمخ وتعمل نفقد بقى ايد، نفقد رجل، نفقد بق يتعوج وهكذا. فدي الخطوره بتاعتها. في خطوره ثانيه ان هي لو حصلت بسرعه جامده جدا ممكن تقلب نوع ثاني من الضربات اللي هو ذبذبه البطينيه. دي خطيره جدا. دي بقى ممكن تموت في ساعتها. لو بقت سريعه قوي. ف ده الميكانيزم، ده التوصيف بتاعها يعني. ودي الخطوره بتاعتها، ان يحصل جلطات في المخ، هبوط في القلب، او مجرد احساس ان انت مش مظبوط يعني. هبدا بالاسباب والنظريات، يعني هل هي حاجه واضحه ليها اسباب ولا نظريات اكتر منها؟ هي نظريات اكتر من اسباب، وحاجات بتبقى فيها اكتر شيوعا. يعني مثلا الناس اللي بيبقى عندهم صمام ميترالي مش مظبوط، سواء في ارتجاع او ضيق، والاوزين الايسر بيكبر، دول بيبقوا عرضه جدا اللي يحصل لهم الاختلال في الضربات ده. والاختلال في الضربات دوت بينتج نتيجه كبر الاوزين، وجود حتت متليفه فيه، وبالتالي النبضه الكهربائيه اللي بتطلع منه بدل ما بتطلع وتمشي في باسوي معين تبتدي بقى يا اما تلف بسرعه عاليه جدا، يا اما تلف حوالين اللي هي الاورده الرئويه اللي جايه من الرئه، وتدي النبضات اللي هي بتخلي الاوزين يبقى مذبذب. انما في الاخر خالص الاوزين بيفقد القدره بتاعته على الانقباض، ودي مهمه جدا لتوصيل الدم للبطين. من اكثر النظريات شيوعا ان هي بيبقى في دايره كهربائيه عماله بتلف بسرعه عاليه جدا حوالين مداخل الاورده الرئويه اللي جايه من الرئه. ودي مهمه لان ده اللي احنا بنستخدمه في العلاج عشان نوقف السايكل ده، عشان نوقف الدائره المفرغه اللي بتلف فيها الشحنه بتقعد كان واحد بالظبط. هي المساله حاجه علقت زي ما بيحصل في الكلاكس بتاع العربيه بيعلق. ما هو الكلاكس العربيه لما علق يقعد يزمر على طول، هيفضل يزمر على طول. هي دي الكهرباء عماله تلف على طول، عماله بتلف. اكتر في الناس زي ما بقول لحضرتك اللي هم عندهم صمام ميترالي، ممكن الناس اللي عندهم ضيق في الشرايين بتحصل لهم برضو نتيجة ان البطين ما بيضربش كويس، فيمكن الاوزين يكبر شوية فيبتدي يحصل له زبزبة الاوزانية. ساعات كتيرة جدا بتحصل بدون اي سبب، يعني لا في صمام ميترالي بايظ ولا عندهم اسكيا او الضيق في الشرايين وبتحصل لهم. بتحصل بقى في الناس مثلا المدخنين الشرهين، الناس اللي بتشرب، احنا بنشرب ليمون مش قهوه، لا شاي قهوه، احنا بنشرب ليمون بالصبح. الناس اللي بيشربوا شاي وقهوه كتير، الناس اللي في ستريس جامد، التعرض للطقس برضو الـ 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 البارد،
مرة واحدة ممكن يخلي الابيسود تيجي. ف دي الناس اللي هي بتحصل فيهم كتير، يا اما بسبب او ساعات من غير سبب. انما الميكانيزم اللي بيخليها دي تحصل بالظبط يعني لسه مش عارفين. هي بتروح وتيجي ساعات وساعات تبقى مستمرة. ما يعني ده وارد وده وارد. اللي بتكون عنده اضطرابات طبيعية وبعدين تقلب اف الذبذبة الاوزانية وبعدين تفضل موجودة وترفض ان هي تستجيب للعلاج، ده بيبقوا في اف مستمر. في نوع تاني اللي هو حضرتك قلت عليه اللي هو الباروكسيسمال او المتناوب، ده بتيجي فترة وترجع لوحديها واتعرض لستريس، تروح جاية، شرب شاي كتير، قهوة كتير، او بتجيله وهو مش واخد باله خالص. دي بقى مشكلة، لانها لما بتيجي ممكن يحصل الجلطة اللي قلنا عليها نتيجة ان الاوزين فقد قدرته على الانقباض، فالدم قعد ركد، عمل جلطة، رجع للضربات الطبيعية، تروح الجلطة دي طايرة. وفعشان النوع الباروكسيسمال ده ساعات اكثر خطورة من النوع اللي هو اللي قاعد. النوع اللي قاعد لو هو ماشي علاج طبي وبياخد ادوية للسيولة، وده كان العلاج الموجود زمان، خلاص يعني بياخد ادوية سيولة والضربات مش سريعة فالدنيا مستقرة. انما الباروكسيسمال دوت ومش واخد باله ان هي موجودة او بتجيله فترات هو نايم فمش حاسس ان في حصلت حاجة، ده اللي بيبقى خطير جدا جدا، والعرضة ان يحصل له جلطات ومش واخد باله. الاعراض، وان كان بعض الحالات بدون اعراض، في ساعات تبقى الاعراض بتاع المرض اللي هو اصلا موجود. الناس اللي عندها صمام ميترالي زي بقول حاجات جزء كبير جدا منهم نتيجه كبر حجم الاوزين والتليف الموجود فيه بيبقى عندهم الضربات الاوزانيه وهم بيعتبروها جزء عادي من العجل اللي عندهم. اللي بتحصل له بقى اللي هو ما عندوش حاجه وبتحصل له اول مره، ده على طول بيحس بيها لو هو موجود، يحس بضربات اتلخبطت، هيحس ان هو مجهوده قل، لان بدل كميه الضخ الدم اللي هي كانت مظبوطه بتقل، الرئه ممكن تحتقن، ولو سريعه ممكن يخش في ارتشاح رئوي. فمجموعة اعراض كتير ممكن برضو الناس تهمل الاعراض ديت وتقول انا مجهد شوية، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا ايه، ومع ان يعني التشخيص هيبقى سهل جدا لو حد حط ايده، لو دكتور حط ايده على النبض هي ده لفن الضربات مش منتظمة، ولو عمل رسم قلب حتبان فيه. فهنا تيجي بقى أهمية إن الناس تبقى عارفة الحكاية ديت، وإن تروح بدري للحد اللي هيكتشفها عشان نعالجها يعني. التشخيص بتاعها أنا دلوقتي بدأت أحس إن ضربات قلبي مش منتظمة، بدأت أحس برفرفة، بحط إيدي على النبض، المفروض الناس كلها تتعلم، لقيت إن أنا مش عارف أحد، النبض بايظ، مفيش أربعة تقدر، مفيش أربعة أقدر أعدهم ورا بعض، حاجة مش كده بقى يعني. النبض الطبيعي للقلب كده، ده حتى بالسماعه صح، لكن كده لا، ده كده لخبطه خالص، اخر لخبطه. فتشخيصها سهل جدا يعني جدا. يعني صعب جدا ان هو يعدي على اي حد حتى لو يعني مش متخصص هيشخصها كيفية التشخيص؟ ايه ادوات التشخيص؟ التشخيص سهلة جدا، التشخيص الاكلينيكي والسماعة وحتى الاجهزة الجديدة بتاعت النبض اللي هي بتقيس اوتوماتيك ديت، هتلاقي القلب اللي بيطلع ادوات مش منتظم غير الاحوال العادية. لو الناس اللي هي بيجي لها باروكسيسمال ديت ومش عارفين ان هي بيجي لها باروكسيسمال وبيحس باعراض يعني وهي كده ومش قادر يوصفها، دول بنركب لهم جهاز بيسجل الضربات لمده 24 او 48 ساعه طول اليوم، فبالتالي نقدر الراس القلب شايفينه اللي فوق ده الذبذبه الاوزانيه، واللي تحت ده حاجه زيها اسمها فلاتر بس بتبقى منتظمه. بس الخطوره بقى ان هي مش البطين هو اللي منتظم، انما الاوزين برضو
بيضرب اربع ضربات ويوصل منهم واحدة للبطين. وده برضو لازم يتعالج ما يتسابش يعني. فتشخيصها سهل برسم القلب العادي، مش محتاج حاجة سوفيستيكيتد. او للناس اللي هي مش موجود عندها طول الوقت لازم نلبسها الجهاز اللي هو الهولتر، ونقدر ان احنا نشخصها ونشوف هي بتيجي قد ايه، وبتيجي بالليل ولا بتيجي الصبح، ونقدر ان احنا نبلان العلاج بتاعها يعني. من الامراض القديمه في الكتب الطبيه اللي مكتوب عنها ادويه وتاريخ، وليها تاريخ طويل جدا. في ادويه حتى بين قوسين يكتبوا ايه هذا الدواء قديم. فايه التطور التاريخي اللي حصل في التعامل الدوائي معها؟ كان زمان العلاج بتاعها علاج سرعه، يعني ضربات سريعه، بندي حاجه بتقفل الضفيرة اللي هي ما بين الأذين والبطين اللي هي الاتري فنتريكولار نود دي. فكان أقدم دواء للقصة ديت اللانوكسين، و اللي هو الديجيتاليس. وكان في دواء زمان تاني اللي هو الكينيدين. أنا ما أعرفش راح فين ده، ما بشوفوش خالص دلوقتي. الكينيدين ده بقى كان ممكن إن هو يحولها للضربات الطبيعية على حسب ما فاكر يعني. والأدوية بتاعت السيولة، فكان ده العلاج اللي موجود زمان. وبعدين ابتدى تظهر النظريات بتاعت الذبذبة الأذينية بتتعمل ازاي، فابتدى يظهر العلاج الجراحي ليها. وعلى فكرة العلاج الجراحي ظهر قبل العلاج بالقسطرة. العلاج الجراحي نظرياته كتيره. في العلاج الصوره احنا شايفينها ديت الكوريدور او الممر، ان هو بيعمل ممر ما بين الحته اللي بيطلع منها الضربات للاس اي نود للحته اللي بتنزل منها الضربات للبطين اللي هي الاي في نود، ويعزل بقيه الاذين عنها، وبالتالي الكهرباء بتمشي في الباسواي ده او الكوريدور دوت او المحور ده. وبس ديت كانت مشكلتها ان بقيه الاذين برضو ما بيضربش، فانت خليت البطين يضرب بانتظام بس الاذين مش بيضرب بانتظام، او فقدت قدرته على الضرب اصلا، وممكن تعمل فيه جلطات ضرب. العمليه اللي ظهرت بعد كده وظهر واحد ده يعني عمل عمليه تاريخيه اللي هي الميز، وده جراح امريكاني اسمه كوكس، وعمل ميز واحد وميز اثنين وكذا حاجة، بيعمل سيريس اوف كاتس يعني قطع حوالين كذا حتة بحيث ان هو يعزل الحتت اللي بتطلع منها الذبذبة ديت. دي عملية معقدة شوية وطويلة، انما اعلى نسبة علاج للذبذبة الأذينية بيبقى عن طريق العملية دي، يعني نسبة ان هو يرجع للضربات الطبيعية اعلى حاجة، وهي دي اللي بتتقارن بيها كل الطرق التانية اللي هي جت بعد كده. الميز بروسيجر بتاعت كوكس ده بيتعامل مع مراكز اخراج الكهرباء، او بمعنى اصح البؤر دي، ويبدا يقطع يعزلها اي حته بيقطعها ويرجع يخيطها تاني. ده بتلتئم بنسيج متليف، فبالتالي بيبقى ما بيطلعش كهرباء زي السلك البلاستيك اللي حوالين السلك الكهرباء يعني. عزلته. ف القصه ديت يا اما بتتعمل لوحديها او بتتعمل مع عمليات تانية، زي واحد عنده صمام ميترالي او واحد عنده شرايين وبنعمله، فنقوم نعمل دي بالمر. وبعدين بعد كده بقى جه العلاج اللي هو بيعمله نفس اللي بيعمله كوكس ده، بس بيعملوه بالقسطره زمايلنا بتوع الـ 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 القلب الباطنيين بتوع الكهرباء، بيعملوا نفس القصه بس باستخدام القسطره، بيكو الحتت في الاذين بحيث ان هم يعزلوا الحتت اللي بتطلع منها السيركت الري انترن سيركت ديت اللي هي بتقعد تلف وتعمل الاتريال فيبريليشن. هو على فكره عامله زي اعصار كهربي صغير، زي الاعصار بتاع ارما كده، بس على صغنن قوي بقى، ويقعد الكهرباء تلف تلف بسرعه جدا. بسرعه جدا. فهو بيدخل عليها بالقسطره ويكويها يعزلها، فتفضل هي بقى دي القسطره. دي القسطره اللي بيدخلها. دي القسطره بيدخلها ويبتدي ان هو يستخدم الكمبيوتر عشان يعمل مابينج للحتت
اللي هو هيشتغل عليها بالأسطر، يشوف خريطة الاختلال الكهربي، خريطة الاختلال والحتت اللي هو هيكويها، وبعد كده النجاح اللي هو عمله في الكي دهوت. دي حاجة لطيفة جدا، دي حاجة دلوقتي يعني ده الـ 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 العلاج الستاندرد مش الجراحة، العلاج الستاندرد اللي هي الطريقة اللي هي العلاج بالأسطرة دي. الجراحة بتيجي لو الأسطرة فشلت وفشلت تاني، او ان احنا بنعمل جراحة والراجل ده عنده الزبزبة الأذنية، لان احنا يعني بنستحرم ان احنا نفتح صدر واحد عشان نعمله القصة دي مع انها تستحق. فاحنا استعدنا بقى عن القصة دي دلوقتي ان احنا ابتدينا نعمل فتحات صغيرة على الناحيتين او على ناحية واحدة علشان نقدر ان احنا نعمل بيها العلاج الجراحي في الحالات اللي بيفشلوا فيها. هنعمل الفتحتين فين؟ هنا هو في الصدر اليمين والشمال. ما احنا هتيجي صورة بعد كده، دي القطعات اللي احنا بنعملها بالجراحة. هتيجي الصورة بعد كده بتوريك احنا بنعمل ايه في الجراحة، احنا بنعمله واحنا فاتحين الصدر. فبنقدر احنا نعمله دلوقتي عن طريق فتحتين صغيرين، وبنعمل بيه كل ده. الناس اللي هي عندهم بقى دي اللي احنا بنعمله في الجراحة، ده الجهاز الكي اللي احنا بنستخدمه عشان نكوي بيه المناطق اللي احنا بنكويها. فبدل ما انا فاتح في النص، فممكن افتح فتحتين صغيرين من كل ناحية واقدر ان انا استخدمه. منظار زي المنظار. زي المنظار. حاجة شبه يعني كأن بالضبط جراحات محدودة التدخل. محدودة التدخل. نورتنا وشرفتنا وانستنا ويعني سعداء جدا بمساعدتك العظيمة. ألف شكر. استاذنا طبعا الرائد الكبير والاسم الجراحي العالمي استاذ دكتور جميل سامي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا، سلامتك.